انتهت القوات البحرية الليبية من أعمال تمشيط أحواض ميناء بنغازي وانتشال مخلفات الحرب عن طريق إدارة الضفادع البشرية بالتعاون مع شركة الإنقاذ البحري وفريق طبرق للاكتشافات البحرية. ومن المقرر أن تواصل مصلحة الموانئ الليبية أعمال الصيانة داخل الميناء تمهيدا لفتحه أمام حركة السفن. إلى مدخل ميناء بنغازي على البحر المتوسط رافق فريق أولايف النقيب خالد القماشي بالقوات البحرية الليبية للتعرف عن قرب على عملية انتشال مخلفات الحرب من أحواض الميناء والتي يشرف عليها، تمهيدا لتسليم الميناء وفتحه أمام حركة السفن بعد تحرير الجيش الليبي له من قبضة تنظيم داعش. اليوم بإذن الله حيكون آخر يوم في عملية الانتشال. طبعا كيف معروف لديكم ان في خلال الاسبوع الفائت تمت عمليه التوثيق، والاسبوع طبعا هذا ان شاء الله بدنا في عمليه انتشال هذه العوائق. بالنسبه للعوائق البحريه طبعا هي ترجع ما بين الحرب الكرامة ضد المجموعات الارهابيه وكذلك بعض القذائف تعود للحرب العالميه الثانيه. انتشال العوائق والقذائف هي الباراشوت. طبعا هذه ما دام كما تقول يعني من يتعب الغطاسين، الباراشوت هذا مهمته ينزل كما تقول تحت الماء ويتزود بالاكسجين تحت الماء، هو يطلع ويرفع مع القذيفه. اعتمدت القوات البحريه على طريقه احترافيه لانتشال مخلفات الحرب بتصوير اماكن تمركزها في قاع الميناء والتواصل مع الهندسه العسكريه من اجل تحديد خطوره تلك المخلفات، والتي تم انتشال ما يقرب من 50 قطعه من مختلف انواع الصواريخ. طبعا القذائف مختلفه، من قذائف كبيره طبعا كما تشوفوا فينا هذين القذائف اللي في خلفي وفي قذائف هاوزر وقذائف هاون قذائف اس بي جي. طبعا نحن طبعا كنا في حرب، ما زلنا في حرب مع الدواعش، وهم استعملوا جميع الطرق الخبيثه اللي استعملوا فيها من تلغيم ومن تفخيخ ومن، وربي نصرنا عليهم بفضل الشهداء. بهذا المعرض المصغر من مخلفات الحرب تكون قد انتهت القوات البحريه من تنظيف احواض الميناء، ويبقى الانتهاء من صيانه المعدات وقرر المسؤولين لفتح الميناء من جديد لدعم اقتصاد بنغازي التي عانت الكثير خلال الحرب. بكر الشرقاوي، بنغازي، أون لايف.